نبدأ معك أريج وآخر الأنباء وإعلان السيطرة الروسية على مدينة ماريوبول من جهة، من جهة أخرى أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بإلغاء خطط اقتحام مصنع أزوفستال. المزيد معك. نعم داليا، في صباح هذا اليوم عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير دفاعه سيرجي شايغو، والذي أطلعه خلال هذا الاجتماع على سير العملية العسكرية في مدينة ماريوبول بالتحديد، وقال إن القوات الروسية في دعمها لقوات الانفصاليين في تلك المدينة تمكنت من السيطرة عليها، عدا عن المنطقة الصناعية التي تحدث عن محاصرة القوات الروسية فيها لنحو 2000 مقاتل بين مقاتل أجنبي وجندي أوكراني. أيضا الرئيس الروسي بالفعل كان قد بادر وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو في معرض استعراضه لهذه التطورات بضرورة إلغاء خطة كانت موضوعة على ما يبدو من قبل الجانب العسكري الروسي لاقتحام هذه المنطقة الصناعية وبالتحديد مصنع أزوفستال للصلب والحديد في تلك المنطقة الحصين، الذي طالت فترة محاولة الاستيلاء عليه وإخراج من به من قوات أوكرانية وآخرين يقاتلون في صفوفها. طبعا قال بوتين مع إلغاء هذه الخطة، لكن يجب على القوات الروسية ضرورة إحكام السيطرة على جميع مخارج هذه المنطقة الصناعية، بحيث لا يدعون أحدا كما يقول مسلحا يخرج أو يجد لنفسه معبرا أو ممرا آمنا. وفي ذات الوقت تتحدث روسيا ويقول وزير الدفاع الروسي أنه في حال استسلام الجنود الأوكران أو استسلام أحدهم من تلك المنطقة فسيكون الجانب الروسي جاهزا لمعاملته معاملة حسنة، كما قال الرئيس الروسي ووزير الدفاع سيرجي شايغو. فيما يتعلق بالممرات الإنسانية، أكد وزير الدفاع ورغم صعوبة عمل هذه الممرات خلال الفترة الماضية وخلافات كبيرة مع الجانب الأوكراني حيالها، بما في ذلك ربما في إطار التصريح الأخير الذي كنت قد ذكرته منذ قليل من الجانب الأوكراني بضرورة فتح ممر إنساني جديد خلال الساعات القادمة. طبعا تمكنت القوات الروسية في دعمها لقوات الانفصاليين من إخراج أكثر من 140 مدنيا من تلك المناطق.